ارتفاع تصاعدي مخيف سجلته دار الصحة محافظة الديوانية خلال الأيام القليلة الماضية، مما دعاها إلى البحث عن أماكن إضافية لعزل المصابين. أكيد تكثر الحالات، عادة أنه احنا فتحنا مختبر في الديوانية معدل باليوم، طبعا الفحص يكون معدل أكثر من 200 فحص باليوم، فحتى طبعا أيضا عدد الفحص السريع طبعا هذا أثر، وزيادة أنه الإقبال من قبل مثل الموظفين من قبل المواطنين. حاليا تم تهيئة 100 سرير لاستقبال هذه الحالات، وإن شاء الله عن قريب يعني خلال فترة 3 أسابيع إلى شهر تكمل إن شاء الله المستشفى العتبة الحسينية تقريبا مواقع 80 إلى 100 سرير. رغم ما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود مضنية في تطبيق إجراءات حظر التجوال، إلا أن البعض من المواطنين ما يزال لا يلتزم بالإرشادات والتعليمات الصحية الوقائية. طبعا احنا نطلب من المواطنين التعاون مع القوات الأمنية، والله جاي نعاني من الالتزام، قلة الالتزام من المواطن. احنا واقفين الليل نهار لصالح المواطن، لكن المواطن مو كل المواطنين جاي يعرفون شنو الأزمة وشنو خطورة الموقف الآن بالديوانية. فهاي مشكلة، فعلي أنا ألتزم فعلا، ألتزم وما أطلع التجمعات العشائرية، يكون شبه معدومة إذا ما معدومة تماما، الفواتيح، المناسبات، الأعراس، هاي كلها المفروض تأخذ بنظر الاعتبار، لأنه مرجعيتنا الله يحفظها توصي، الصحة توصي. كورونا هذا العدو الخفي الذي استطاع إزهاق الآلاف من الأرواح وإصابة الملايين من الأجساد البشرية وتدمير بنى تحتية متطورة، لن نستطيع أن نقف أمامه ما لم نقوم بارتداء الكمامة والكفوف واتباع الإرشادات الصحية المطلوبة. من الديوانية فرحان مراد لقناة العراقية الإخبارية.